بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. اللهم يسر امورنا واستر علومنا وارحمنا ويهديك املنا برحمتك يا ارحم الراحمين، وفقنا لما تحبه وترضاه يا كريم. اللهم فارج الهم كاشف الغم، مجيب دعوه المضطرين، رحمن الدنيا والاخره ورحمن انت ترحمنا، ارحمنا رحمه تغنينا بها عن رحمه نسواك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فاصلح لنا ولسائر المسلمين شاننا كله، ولا تكلنا لانفسنا طرفه عين ولا لعين خلقنا. اللهم انا نسالك رحمه من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها امرنا وتنم بها شعاعتنا وترفو بها ولفتنا وتصلح بها ديننا وتحفظ بها مواهبنا وترفع بها شرائبنا وتزكي بها اعمالنا وتبيض بها وجوهنا وتلهمنا بها رشدنا وتعصمنا بها من كل سوء. لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين. اللهم لا تؤاخذني بما فعل السفهاء منا، اللهم اغفر لنا ولسائر المسلمين واغفر للسعاده اجمعين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. المجلس السادس عشر والاخير باذن الله تعالى في قراءه واحيانا شرح جمع نهايه كتاب الخير والغاية للامام المحدث الورع عبد محمد عبد الله بن سعد بن احمد بن ابي جمره الازدي الاندلسي المالكي على كتابه مختصر صحيح الامام البخاري رحمه الله تعالى، ونحن الله بعلمهما وعلم شيخهما وتلامذتهما من الدارين امين. الحديث الرابع والعشرين بعد المئتين عن ابي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال: ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والارض، السنه اثنا عشر شهرا منها اربعه حرم ثلاث متواليات ذو القعده وذو الحجه والمحرم ورجب مطر الذي بين جماد وشعبان، اي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله اعلم، فسكت حتى ظننا انه سيسميه بغير اسمه. قال: اليس ذا الحج؟ قلنا: بلى. قال: اي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله اعلم. فسكت حتى ظننا انه سيسميه بغير اسمه. قال: اليس البلده؟ قلنا: بلى. قال: فاي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله اعلم. فسكت حتى ظننا انه سيسميه بغير اسمه. قال: اليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: فان دماءكم واموالكم، قال محمد واحسبه، قال واعراضكم عليكم حرام كحرمه يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، وستلقون ربكم فيسالكم عن اعمالكم، الا فلا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، الا ليبلغ الشاهد الغائب، فلعل بعض من يبلغه ان يكون اوعى له من بعض من سمعه. ثم قال: الا هل بلغت؟ الا هل بلغت؟ مرتين صلى الله عليه واله وسلم. وهذه خطبه في يوم تحرج حجه الوداع. عن علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه عليه السلام انه اتى على باب الرحبه بماء فشرب قائما فقال: الرحبه كان موضع يسكنه سيدنا علي في الكوفه. الرحبه موضع يسكنه في الكوفه في العراق. فقال: ان ناسا يكره احدهم ان يشرب وهو قائم، واني رايت النبي صلى الله عليه واله وسلم فعل كما رايتموني فعلت. نعم. وعنه به قال: عن ابي هريره رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فم السقاء والقربه
وأن يمنع الرجل جاره أن يغرز خشبه في داره. نعم. وفي رواية في جداره، بدل داره في جداره. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن يدخل أحدا عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله بفضله ورحمته فسددوا وقربوا، ولا يتمنين أحدكم الموت إما محسنا فلعله أن يزداد خيرا، وإما مسيئا فلعله أن يستعتب هذا الحديث قد يكون في ظاهره يخالف بعض الآيات. الله يقول في القرآن: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، والرسول يقول: لا يدخل أحد الجنة لعمله. فكيف نجمع بينهما؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا: حتى أنت يا رسول؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. فكيف نجمع بين الحديث والآية؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الدخول إلى الجنة لا يكون إلا برحمة الله، أما النعيم في الجنة يكون بقدر العمل، أي الدرجة في الجنة يكون بقدر عملك. أما مجرد الدخول الجنة هذا لا يكون بالعمل، لا تستطيع أبدا مهما حاولت. لابد أن يتغمدك الله برحمته، وتغمد الله برحمته عن النبي ورحمة الله أن يشفع فيك فتدخل الجنة، افتحوا الجنة بيده صلى الله عليه وسلم. فالدخول لمجرد الدخول يكون بالرحمة لا بالعمل. أما درجتك في الجنة فهي على قدر عملك، فالآية تتكلم على درجة الإنسان داخل الجنة. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، أي ادخلوا الجنة في درجات على قدر أعمالكم. والنبي يتكلم على مبدأ الدخول نفسه، فلا تناقض بين القرآن والحديث. ويقول أيضا: لا يتمنين أحدكم الموت. الإنسان لا يتمنى الموت. لماذا؟ لأنه إما محسن فيزداد إحسانا بعمره، وخيركم من طلع هو حسن عمل، وإما مسيء فلعله يتوب. ولذا فالإنسان لا يتمنى الموت، يعني لا يختار على اختيار الله، فكل إنسان له أجل، فليستثمر أجله، إما محسنا فيزداد إحسانا، وإما مسيئا فيتوب. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الشفاء بثلاثة: شربة عسل، وشربة محجاب، وكية نار، وأنهى أمتي عن الكي. وأنهى أمتي عن الكي، ورفع الحديث. رفع الحديث يعني هذا في ظاهره أولا كلام سيدنا عمر بن عباس، لكن رفع الحديث يعني كأنه قاله النبي، يعني نقلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: في حبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام. السام يعني الموت. قال ابن شهاب: والسام الموت، وحبة السوداء شونيز. الشونيز. الشونيز. وهي لغة أهل العراق، الشونيز يقول عليها الحبة السوداء. بالمصري يسموها ايه؟ بالمصري يسموها حبة البركة. بمصر يسموها حبة البركة. وفي أهل العراق والشام، ومش عارف الشام، لكن أهل العراق أظن ومنطقة إيران وتركيا والحتة دي يسموها الشونيز. بمصر يسموها حبة البركة. عندنا هنا شوارع الشام بيسموها ايه؟ حبة البركة. قال هو الشوام زي ما الحمد لله. عن أبي هريرة
رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أدوى ولا طيارة ولا حامة ولا يفر ولا سفر وفر من المجذوم كما تفر من الأسد كما تفر من الأسد. يعني لا شيء فاعل بذاته، الفاعل هو الله. إن كان هناك ميكروب يعدي فالميكروب موجود كلنا نتنفسه وكلنا نبتغي، لماذا لا نمرض جميعا؟ البعض يمرض والبعض لا يمرض. فدل على أن الفاعل في الأشياء هو الله، الأشياء ليست فاعلة بذاته. فالنبي هنا يتكلم عن الحقيقة. أما قوله في الطاعون إذا ظهر في بلد فلا تدخله وإن كنت فيها فلا تخرج، هذا شريعة أخذ بالأسباب. ولكن يبقى النبي جاء بالشريعة وجاء بالحقيقة، فهذا الحديث من الحقيقة، حقائق أن الفاعل هو الله، ولكن الشريعة جاءت من أخذ الأسباب ما عدم الاعتماد عليه، فأمرك بالشريعة من حيث الأخذ بالأسباب، وأمرك بالحقيقة من حيث تعلق قلبك بربك، لا تتعلق ولا تعتمد إلا على الله. فالحقيقة تخاطب القلب والشريعة تخاطب الجوارح. فيقول: لا عدوى ولا طيرة، يعني ولا تشاؤم. بعض الناس تتشاءم من بعض الأنقاض، تتشاءم من بعض الأشياء، يشوفه ما يقول ما يرضاش يقول شغله، يبقى يوم 13 يقول ده يوم تشاؤم، يشوف كلب أسود ما يرضاش يرثم، يعني كل واحد يتشاءم من حاجة شكل، أو يتشاءم من أحد جيرانه، يقول لو اصطبحت بوش هذا يحدث كذا وكذا، هذا لا يليق، لا يليق بالمسلم أن يربط الأحداث بالأشخاص، لأن الأحداث هي مراد الله. فليس لهم علاقة، لا يفعلون في الأشياء، فالفاعل منه. فيمنع من اعتقاد أن هناك مرض يمرض بذاته بل بالله، وأنه لا تتشاءم بل كن متفائلا، لأن التشاؤم فيه سوء ظن بالله، والتفاؤل فيه حسن ظن بالله. فالنبي كان يحب التفاؤل ويكره التشاؤم، لأن أمرنا بحسن الظن بالله، فالتفاؤل فيه حسن ظن بالله. ولا هامة، يعني ولا سحر، ما فيش حاجة اسمها سحر يشتغل في ذاته، فما تخافش، خاف من السحر. في ناس كتير يخاف من السحر، على يسحر ويسحروا ايه؟ وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فالفاعل هو الله، وبالتالي المسلم شجاع منطلق، لا يهاب إلا الله، ويعلم أنه ما أصاب من سيئة فمن نفسه بسبب أعماله ورفع درجاته، وكل من الله وكل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. وما بكم من نعمة فمن الله، فالكل من الله سبحانه وتعالى. وبالتالي المسلم لا يهاب شيء، لأنه اعتمد على الله، والفاعل واحد في الأكوان، لا يوجد أكثر من واحد يفعل في الأكوان. الفاعل واحد، والخالق واحد، والضار والنافع واحد، والقابل والباسط واحد سبحانه وتعالى. ولكن في آخر الحديث أمرك بالشريعة، قال: وفر من المجنون فرارك من الأسد، يعني احتط لنفسك ولا تعتقد أن احتياطك يمنع المقدور، فإن مهما أخذت بالأسباب فالمقدور لابد منه. فحديث عجيب، أوله حقيقة وآخره شريعة. عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: رأيت بلالا جاء بعنزة رأيت بلالا جاء بعنزة عنزة بتسكين النون، يعني معزة، يعني شاة، يعني تقول ماء شاة دابة عنزة، لكن هنا عنزة، عنزة حصان خشب آخرها فيها حديد يغرسها في الأرض يصلي إليها ساتر، فهم؟ رأيت بلالا جاء بعنزة فركزها ثم أقام الصلاة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة مشمرا، فصلى ركعتين إلى العنزة
ورأيت الناس والدواب يمرون بين يديه من وراء العنزة. قلنا أنه لا يجوز المرور بين يدي المصلي، بل يجوز المرور أمام المصلي خلف ساتره. فإن اتخذ المصلي ساترا هكذا وصلى، لك أن تمر أمام هذا الساتر، لكن لا تمر بين الساتر والمصلي. والعنزة كانت ساتر للنبي فيصلي، والدواب تمر من وراء العنزة ولا تمر منها. هكذا كان في سفره يصلي هكذا صلى الله عليه وسلم. نعم تفضل العقبة بن عامر. عن عقبة بن عامر، عن عقبة بن عامر رضي الله عنه. انتظر حتى ينتظر. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه ثم صلى فيه، ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له، ثم قال: لا ينبغي هذا للمتقين. لأن الحرير يحرم على الرجال. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال، المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال. نعم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: بينما انا رديت النبي بغير مين، بين الاثنين بمعنى واحد، بين وبينما بمعنى واحد، لكن هنا بغير مين، نسختك بالميم لا بأس، في نسخة بالميم، في نسخة بالميم، في نسخة بغير مين لا بأس، تفضل، المعنى واحد. بينما أنا رديت النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحل، فقال: يا معاذ، قلت لبيك يا رسول الله وسعديك، ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ، قلت لبيك يا رسول الله وسعديك، ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ، قلت لبيك يا رسول الله وسعديك. عندنا رسول الله بغير ياء انت النداء. عندك ياء عندنا بغير ياء. قال: هل تدري ما حق المرأة؟ طبعا ايه طبعا. تقريبا الشرنوبي ده في مصر. طب يبقى دي طبعا تبقوا رابعة الطبعة دي مع الطبعة دي، طبعة الشيخ الشرقوبي كان من أولياء مصر رحمه الله. قال: هل تدري ما حق الله على عباده؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على عباده أن يعبده ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت لبيك يا رسول الله وسعديك، قال: هل تدري ما حق العبد على الله اذا ما عبد؟ ولا عندك العبد؟ تفضل. قلت: الله ورسوله اعلم. قال: حق العباد على الله ان لا يعذبهم.
يعذبهم. حق العباد على الله إذا فعلوه، قلت الله ورسوله قال حق العباد على الله أن لا يعذبهم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه وأمه. يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه وأمه. قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه وأمه. صحيح. ايه اللي بتاعك؟ ايه اللي مش كان عندك ايه؟ تشوف. لا ايه وامه؟ حط ضمه بس. احنا لما نرى نغض الطرف عن العورات. قلنا ان نغض الطرف عن العورات. ودي عورات. صح. يعني ضم الهمزة في عند وأمه. يعني حاطين فتحة على عبد الأمه وأمه. نعم. واللعنة علامة الكبيرة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني يقول لعن الله كذا، لعن فاعل كذا، معنى هذا أن الذي يذكره النبي بعد اللعن هذا من الكبائر وليس من الصغائر. فدي علامة الكبائر، اللعن، أن يسبقها لعن، أو أن تكون سببا لإقامة حدك القذف أو الزنا أو السرقة. فما كان سببا لإقامة حد أو كان سببا لذكر شديد كاللعن يكون علامة أنه من الكبائر، لأننا يعني قلنا أن الحرام صغائر وكبائر. وأسباب دخول النساء النار يكثرن اللعن وينفرن العشير، يكثرن اللعن وينفرن العشير. النساء كل ما تيجي تصير حاجة الله يلعن، فيكثرن اللعن وينفرن العشير. تعيش مع زوجها سنوات طويلة يرسل إليها بيأس إليها مرة تقول لم أرى معك خيرا قط. هكذا كذا. نعم. فتح الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه قال إبراهيم: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: نعم. أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا ربي. قال: فاصفحوا لك. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني امرأة معها ابنتان تسألني، فلم تجد عندي غير تمرة واحدة فأعطيتها فقسمتها بين ابنتيها، ثم قامت فخرجت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته، فقال: من يلي من هذه البنات شيئا؟ فأحسن إليهن، كنا له سترا من النار. نعم. من الإحسان للبنات إذا أنجب بنات وأحسن إليهن كان سببا أن يكون سترا لهم من النار. النبي صلى الله عليه وسلم كل من ابتلي بهؤلاء البنات بثلاثة كنا سترا لهم من النار. فقيل: واثنتان يا رسول؟ قال: واثنتان. قال: وواحدة يا رسول؟ قال: وواحدة. فهذه بشارة لكل من عنده ابنة يحسن إليها تكون هي سبب تمنعه من دخول النار. بالإحسان إليها يعلمها القرآن، يعلمها الصلاح، يربيها، يزوجها، ويعدل بينها وبين إخوتها الذكور.
حسن العشرة وحسن المعاملة ليكون سببا لدخول الجنة إن شاء الله. وهذه بشارة لكل أمة النبي والحمد لله. عن عمار بن الخطاب رضي الله عنه قال: قدم على النبي صلى الله عليه وسلم سبي فإذا امرأة من السبي تحلب ثديها تسقي إذ وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا وحيا وهي تقدر ألا تطرحه. فقال: الله أرحم بعبادك من هذه بولدها. هنا انظر كيف أن النبي نظر وعبرة، ينظر للمواقف التي قد ينظر إليها الإنسان العادي فتمر عليه عابرة لا يفهم لها، والنبي يحولها إلى معنى، إلى جملة مفيدة، إلى حظة، إلى قربة إلى الله. فنحن كثيرا ننظر هذه الأشياء لا تلفت انتباهنا كما لفتت انتباه النبي. النبي مر على امرأة في السبي، يعني كانت أسيرة بعد حرب، وجدها تحلو سبيها هكذا وتجمعه في كوب. ثم بعد ذلك لما قامت بحثت في وسط الأطفال وجدت ابنها التقطته ألزقته ثم سقته ما كانت تحلوه من سبيها. فالنبي لما نظر إلى هذا، إلى كمال هذه الرحمة، فقال لهم: هل هذه المرأة بهذه الشفقة على ابنها ترون أنها ترميه في النار وهي تقدر ألا ترميه؟ قالوا: لا، مستحيل، مش ممكن. قال: الله أرحم بعباده من هذه بابنه. فحول الموقف إلى عظة، إلى قرب، إلى حب في الله. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نظره عبرة. تفضل يا سيدي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جعل الله رحمة 100 جزء فأمسك عنده 99 جزءا فأنزل في الأرض جزءا واحدا فمن ذلك الجزء جزئي يتراحم القلب حتى ترفع الفراس حائرها عن ولدها خشية أن تصيبه. نعم، فتأمل عليك. واحد يساعد ويناوي، واحد يساعد ويناوي. أنا نوحان ابن بشير رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ترى المؤمنين في تراجمهم وتوجههم وتعازفهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضوا تداعى له سهر جسد بالسهر والكمى. نعم، قم ناول الناس، قال القوم سيدهم. يلا يا سيدي. ناول الإسلام. سلك الله طريقك إلى الجنة. آمين. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم غرس غرسا فأكل منه إنسان أو دابة إلا كان له به صدقة. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لا يرحم لا يرحم. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
ما زال جبريل يوصيني بالكار حتى ظننت أنه سيوارثه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما من كبابة. إلى أقربهما من كبابة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل معروف صدقة. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. حكم الشعر. الشعر هو القول الكلام الموزون المقفى قصدا، هذا هو الشعر. الشعر يعني غناء، ما يغنى، ما ينشد. ما حكمه؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشعر قال: حسن وحسن وقبيح وقبيح. حسن يعني حسب موضوعه، ان كان موضوعه يجيز الشرع او مباح فهو مباح، او مستحب او واجب. اذا كان امر واجب يوجبه الشرع فهو واجب، ان كان امر يعني يستحبه الشرع يكون مستحبا، ان كان امر جائز فهو جائز، وان كان امرا مكروها يكون مكروه، وان كان في امر محرم فيكون محرم. يعني حسب مقاصد الشعر. الشعر له مقاصد، ان كانت مقاصده توافق الشرع فيكون حسن، ان كانت مقاصده تخالف الشرع فيكون قبيح. النبي هنا يقول: لان يمتلئ جوف احدكم قيحا خير له من ان يمتلئ شعرا قبيحا، يعني شعرا لا يجيزه الشرع الشريف. يبقى هنا لابد ان تقيد، لان النبي كان يسمع الشعر، وكان يجزي على الشعراء، وكان يحب ان يسمع مدحه صلى الله عليه وسلم، وكان يسمع شعر ابن ابي الصلت. ابن ابي الصلت كان له شعر كثير، حتى ان النبي في احدى الغزوات كان بجواره احد الصحابه كان ينشده من شعر ابي الصلت، وكلما توقف يقول له: هيه يعني تاني، هيه تاني، هيه تاني، حتى انه انشده اكثر من 100 قافيه لابي الصلت. فالنبي صلى الله عليه وسلم اعجبه وقال: كاد ان يسلم، لان كان شعره جميل، وكان بالذات الالهيه وبالتوحيد، يعني كان شعر النبي قال: كاد ان يدخل في الاسلام لو كان حيا يعني، لكنه كان بالجاهليه. فالنبي سمع الشعر، والنبي صلى الله عليه وسلم اجاز على الشعر، فدل ثم هنا يذم على الشعر، فدل على ان الشعر نوعان: شعر مذموم وشعر ممدوح. ولذا قال في الحديث الذي رواه الامام الترمذي: الشعر حسنه حسن وقبيحه قبيح. من عليكم الرحمن. عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان الغادر يرفع له لواء يوم القيامه ويقال: هذه قدرة فلان بن فلان. الغدر هو عدم الوفاء بالوعد والعهد. إذا عهدت إنسان فوفي، فإن لم تعهد تكون غادر. والله يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعهود. وقال: يوفون بالعهد إن العهد، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، يعني تسأل يوم القيامة عن عهدك الذي عهدت به أخوك المسلم. ولذا من لم يوفي بالعهد يكون غادر، والغادر يأتي يوم القيامة يرفع راية للفضيحة حتى يكون هناك فضيحة. عن عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم خبست نفسي، ولكن ليقول لقست نفسي. يعني
يعني لا يقول نفسي خبيثة، ولكن يقول عندي ملل، عندي زهق، عندي قبض في قلبي، ولكن لا يقول إيه نفسي خبيثة، لأن الخبث يحبه الشيطان، وكأنه نسب صفة النفس كصفة الشيطان، فالشيطان خبيث، فالإنسان لا يقول خبثت نفسي، ولكن يقول لقست نفسي، بمعنى ملت، كلت، ضعفت. المصريين بزهقت، يعني لن يقول خبثت، لا يقول حتى لا يميل، يجعل صفة نفسه كصفة الشيطان، هذا لا يليق. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قال الله تعالى: كسبن آدم الدهر وأن الدهر بيد الليل والنهار. نعم، يعني الأقدار بيد الله، والذي قدرها وأظهرها في الأيام، فالذي يسب الأيام يسب ما ظهر فيها من أقدار الله، وكأنه لا يرضى عن قدر الله، والذي لا يرضى عن قدر الله لا يرضى عن الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقولون الكرب، إنما الكرب قلب المؤمن. كانوا يسمون الخمر الكرب، لأن الإنسان إذا شرب الخمر سكر، وإذا سكر صار كريما، ينفق بلا حساب، لأنه لا يضبط عقله، فأطلقوا على الخمر الكرب، لأنها تظهر الكرب، حيث أنه لا يفقد عقله فلا يضبط ما ينفق، فأطلقوا كلمة الكرم على الخمر، والخمر خبيث، والكرم صفة حميدة، فالنبي أراد أن لا تسمي الخبيث بصفة حميدة، بل قال: يقولون على الخمر الكرم، بل الكرم هو قلب المؤمن، لأن المؤمن كريم. منع استخدام الكرم؟ لا لا، ده هذا على التسمية، يعني كانوا يطلقون الكرم على الخمر، فالنبي قال الأولى بإطلاق الكرم عليه وقلب المؤمن، لأن قلب المؤمن كريم، أما الخمر خبيثة، فكيف تطلق على الكرم على الخبيث كرم؟ يعني النبي كان لا يحب أن نسمي الأشياء الخبيثة بمسميات حسنة، هذه سنة النبي، ولا يسمي الأشياء الحلال بأسماء خبيثة. فنحن مثلا يأتي بعض المحلات يسمون السندوتش هوت دوغ، هوت دوغ يعني الكلب الساخن، الكلب عندنا حرام أكله، ثم يقول لك أنا أكل هوت دوغ، أكل كلب ساخن، هذا حرام، هذه التسمية حرام، فلا ننقلها، نفهمها من هذا الحديث. فالنبي لا يحب أن تسمي الحلال باسم محرم، ولا تسمي المحرم باسم طيب، حتى لا تلتبس المعاني. وهذه طريقة الأمريكان الآن في حضارتهم، أن يلبسوا على الناس المعاني، وهذا معنى العلمانية. العلمانية أن تجعل كل شيء يكون له وجهان، قبيح وحسن، كل شيء له وجهان، حسن وقبيح، أي الشيء القبيح له حسن، والشيء الحسن له قبح، حتى لا تعرف الحق من الباطل. هذه هي العلمانية بحق، ثم يبدأوها في صورة الطعام الذي تأكله، يسمي الطعام طريقة خبيثة. فالمسلم يمسك سندويش، ماذا تأكل؟ أكل كلب سخن، هذا تغيرت. ثم بعد ذلك عند المسلمين القذارة حرام، الشيء القذر المسلم يتأفف منه، يغسل يده، لا يكره القذارة ويعتبر أن النجاسة قذرة. ثم يقولون على بعض أنواع الجنس ديرتي، يعني أنواع الجنس يسميها ديرتي يعني قذرة، وأنت تلبس ديرتي، ألبس القذارة. فهذه كلها مسميات علمانية، حتى تجعل الألفاظ تفقد معانيها، ثم بعد ذلك يختلط الحق بالباطل. هذه هو معنى العلمانية، أن تجعل كل شيء قابل للقبح وللحسن في آن واحد،
يجمع المتناقضات في الشيء الواحد. هذا معنى العلمانية. العلمانية أصبحت في مسميات المأكولات، في مسميات الملبوسات، حتى في السياسة العالمية. عندنا الفوضى قبيحة. الله يقول كل شيء عنده بمقدار، بترتيب، لا فوضى. كل شيء عند الله بمقدار، لكن الأمريكان يقولون الفوضى المخلقة، الخلاقة. يعني الفوضى ممكن يحدث منها حسن، ويسموها الفوضى الخلاقة. ونحن عندنا الفوضى لا تكون خلاقة، بل هي هدامة قولا واحدا لا تحتمل أن تكون خلاقة. يجعلوها في السياسة، فجعلوها في السياسة، جعلوا المسلم يقتل أخوه المسلم. تتحول. هذه هي معنى العلمانية. النبي يحاربها في هذا الحديث. لا تطلق الكرم على الخمر وهي خبيثة. فالكرم صفة جميلة، اجعلها بالموصوف الجميل بحق وقلب المؤمن. فالنبي يحب أن تكون المسميات طبقا لمعانيها، حتى نحفظ على نفسنا لغتنا، ثم نحفظ ديننا، ثم يصير الحق حق والباطل باطل، حتى يتضح للإنسان ويسير حياته على نور وعلى بصيرة. هذا الحديث خطير. هذا الحديث فيه منهج حياة. ثلاثة كلمات فيها منهج حياة ممكن نشرحه في مجلدات. هذا الحديث نحن نعيش الآن في شؤم ترك معنى هذا الحديث، أننا نسمي الأشياء بمسمياتها، ولا نضع القبيح على المليح، ولا نضع المليح في صورة القبيح، بل لابد أن تضع الأمور على الإنصاف. الله سبحانه وتعالى أنا أريدك أن تفهم أحاديث النبي بعمق، لا تأخذها بسطحية. النبي صلى الله عليه وسلم جاء يخاطب كل زمان وكل مكان، ما زال يخاطبنا وهو في قبره بهذا الحديث. يقول حاربوا العلمانية بهذا الحديث، حافظوا على لغتكم في هذا الحديث، لا تختلط المفاهيم عندكم. ليس وراء الحق إلا الباطل، لا يوجد أبدا حق وباطل في آن واحد. الحق حق والباطل باطل، والأمريكان يريدون أن يكون الحق باطل والباطل حق في آن واحد، وهذا لا يجتمعان أبدا، المتناقضان لا يجتمعان. هكذا يقول علماء الأصول والمناطق، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا احذروا ما نحن فيه. الأمريكان يريدون أن ينشروا إسلام جديد يصبح فيه الحق باطل والباطل حق، حتى يلتبس الأمر فيقتل المسلم أخاه ويضيع الدين بعد ذلك في ضوضاء وجلبة، بحيث أن الناس يفقدون حتى شعائر دينهم ومعاني الجميلة في قلوبهم، فيصيرون شياطين على الأرض، لأن هؤلاء شياطين الإنس. هؤلاء يقودهم الدجال في الباطل، وهم الذين ينصرون اليهود الذين ينتظرون الدجال. ثم بعد ذلك النبي يحذرنا ويقول لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة، ولو دخلوا بحر رب لدخلتم وراءهم. يعني نقلدهم في كل شيء، كل شيء، حتى مطعوماتهم نطعم ما يأكلون، حتى لبسهم نلبس ما يلبسون، حتى أفكارهم نفكر كما يفكرون. كل هذا النبي يحذرنا في هذا الحديث. والله هذا الحديث لو جلسنا نتكلم فيه إلى العام القادم لا ينتهي، لأننا نعيش هذه الأزمة. أنا أريدك أن تفهم حكمة النبي من وراء هذه الألفاظ القليلة المعنى العميق، قليلة الكلام عميقة المعنى، التي تكون صريحة لكل عصر. فوضى خلاقة في السياسة، وحولوا هذا بعدما صار مأكولا ثم صار ملبوسا في الديرتي، صار بعد ذلك سياسة. فوضى خلاقة، هذا كله ترتيب بين الهدوء وبين الدرتي 10 سنوات، وبين الدرتي الذي يلبسه هو القذر، يلبس القذر ويدفع فيه أغلى الأثمان ويقول هذا درتي يتباع، وهي قذر، كلمة قذر، ألبس قذر، هذه كلمة. ثم بعدها ب20 سنة يسيرون الفوضى الخلاقة حتى يقتل المسلم أخوه المسلم في مصر وفي الشام وفي ليبيا وفي كل مكان. كل هذا بسبب الشؤم
شؤم هذه الأفكار الأمريكية، نعوذ بالله منها. خلاصة هذا كله في آية واحدة يقولها الله سبحانه وتعالى: وماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تؤفكون. هناك حق أو ضلال، لا يوجد وسط. العلمانية تريد أن تجعل الحق والضلال، تجعلهم في خلاط يلفون هكذا ثم يخرج بعد ذلك شيء لا معنى له، ويسمونه إسلام أمريكي، أمريكان إسلام. عندنا الحق حق والباطل باطل، ولا يوجد بينهما شيء يقبله الله، غير قابلا للاختلاط. النبي الله يقول: وماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تؤفكون. هذا خلاصة الله. صلوا على نبي الحق صلى الله عليه وسلم. النبي حق، والقرآن حق، والقيامة حق، والقرآن حق، والله حق، ويريدون ألا يجعلوا هناك حقا، بل الكل قابل للمناقشة. النسبية المطلقة، هذه العلمانية، النسبية المطلقة لا مقدس، كله قابل للمناقشة، هذه هي العلمانية. نحذركم منها وحذروا أولادكم منها، لأنهم يريدون أن يقضوا على الإسلام، لا بأن يكفر المسلم، بل بأن يظل مسلما لكن بلا إسلام. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسموا باسمي ولا تتنوا بكنيتي، ومن رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل على صورتي، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ نقعه من النار. رؤية النبي يقبل في الدنيا واردة، ووقعت للصحابة. سيدنا عبد الله بن عباس ورد عنه أنه كانت عنده مرآة، فكان إذا نظر إليها وجد وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو متيقظ. حدثت للصحابة، فلما ننكرها؟ رؤية النبي يقظة وارد. نحن علمنا أن في سؤال القبر الله يرد للميت روحه ويبعدانه، ثم يأتي النبي له فيراه يقظة ويقول: ما تقول في هذا الرجل؟ ألم نشرح هذا الحديث؟ إذا كان النبي يرى يقظة في القبر عند سؤال القبر كما ورد في الحديث، والصحابة رأوه في يقظة، وكثير من أئمة المسلمين ذكروا أنهم التقوا بالنبي يقظة، حتى أن الإمام السيوطي قال: صححت على النبي يقظة 99 حديثا. الإمام السيوطي، جلال الدين السيوطي، وكثير من العلماء رأوا النبي يقظة. فما المانع في عالم مثال تتمثل روحانية النبي له في صورة جسمانيته يراه، بل يمكن أن يرى متعددا في أماكن مختلفة في وقت واحد، لأنه في عالم المثال. النبي صلى الله عليه وسلم يظهر يقظة من عالم المثال، وجسده ما زال في قبره صلى الله عليه وسلم، لا يتحرك. فتمثل لها بشرا سويا، جبريل تمثل لسيدتنا مريم بشرا سويا، وكان ما زال جسمه في السماء، وهو 600 جناح، وكل جناحيه يغطان الافق، لكن جاء في صوره رجل بشر سوي عالم المثال، وهو موجود في السماء وتمثل في صوره البشر. اذا عالم المثال يمكن ان يتواجد الانسان بعالم المثال بروحانيته في اكثر من مكان في وقت واحد. هذا سهل، ما المانع؟ ولذا النبي صلى الله عليه وسلم ممكن ان يرى يقظه. أنا أقول لكم، يعني أنا أعرف واحد جيدا كان نائما في حجرة في فندق في مكة في أيام الاعتكاف في رمضان، وجاءه وهو نائم في الفندق أن سيدنا إبراهيم يدخل عليه الآن الخليل، ونظر إلى باب الحجرة، بكرة الحجرة، وجدها تتحرك،
فقال يا رب لا أتحمل أن ألقاه، أنا أخاف حتى لا يحدث في عقلي خلل فانصرف. هذا حدث لإنسان أنا أعرفه لا يكذب، فما المانع أن يرى يا قلب؟ ما المانع؟ الدكتور علي جمعة شيخ رأى النبي يقظة في الرياض منذ أكثر من 25 عام، دخل عليه حفرة يقظة وصفحه ثم انصرف. أحد جيراني في المقدم، كنا نختم القرآن في رمضان قبل الماضي وندعو دعاء الختام، وهذا الجار مدرس لغة إنجليزية يعيش في العمارة التي أمام بيتي هناك، وحضر دعاء ختام القرآن وكنا نقرأ الصلوات الوسرية في الدعاء، فقال لي لقد أخذتني سنة فوجدت النبي جالس معنا يقول أمين. وإنسان مدرس لغة إنجليزية بين اليقظة والنوم كان جالسا في وسط الناس، قال لفوت لحظة فوجدت النبي لكن لم ينم هكذا، كان جالسا يدعو آمين آمين والدعاء. فما المانع أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يرى يقظة في عالم المثال؟ ما الذي يمنع؟ الذي يمنعهم عقل الوهابية، لأنهم محرومون من رؤيته حتى في المنام. لا إله إلا الله. فكيف يصدقون أنه يرى في اليقظة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم معنا، واعلموا أن فيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. مفهوم الحمد لله. يلا هذا خاصة لنبي محمد؟ لا، لا يشترط. النبي ألم يكن النبي متيقظا في الإسراء والمعراج والتقى بكل الأنبياء؟ ألم يحدث ذلك لنبينا؟ هل تمكن ذلك أن الإسراء والمعراج لنبينا كان يقظة وأنه التقى بكل الأنبياء؟ فإذا وقع، فكيف تنكره؟ فإن أنكرته فقل أن الإسراء والمعراج كان مناما، وهذه بدعة. من قال أن الإسراء والمعراج مناما يكون مبتدعا، بل كان يقظة ورأى الأنبياء يقظة صلى الله عليه وسلم. فالأمر واضح لا شيء فيه. وكما قلت لك سيدنا عمر بن عباس بعد وفاة النبي بأكثر من 20 عاما كانت عنده مرآة، فاشتاق للنبي، جاءه شوق للنبي، فنظر في المرآة وجد وجه النبي. ذكروها في مناقب سيدنا عمر بن عباس، دفينه الطائف، مدفون في مدينة الطائف، حبر الأمة. فما المانع؟ نسأل الله أن يرزقنا رؤية النبي. تفضل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أصنع الأسماء عند الله يوم القيامة يا رجل تسمى ملك الأحلام. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال الرجل: يا رسول الله شمت هذا ولم تشمتني. قال: إن هذا حمد الله وأنت لم تحمد. قلنا قبل ذلك أن عند العطاس يستحب للمسلم أن يقول الحمد لله بصوت مسموع حتى يقول له أخو المسلم يرحمك الله، فإن لم يحمد الله بصوت مسموع سقط حقه في حمد الله، كما قلنا بالأمس. نفس الحديث ده يشرح ما قلناه له. عن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا إذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على الله قبل عباده، السلام عليك، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على فلان، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم أقبل علينا بوجهه فقال: إن الله هو السلام، فإذا جلس أحدكم في الصلاة فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فإنه إذا قال ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض،
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ثم يتخير بعض من الكلام ما شاء. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة. فزنا العين النظر، وزنا اللسان المنطق، والنفس تمنى ذلك وتشتهي، والفرج يصدق ذلك ويكذبه. صدق رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يقام الرجل من مجلسه ويجلس فيه آخر ولكن تفسح وتوسع. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف منكم فقال في حلفه باللات والعزى والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق. الصحابة كانوا حديث عهد بإسلام، وكانوا أحيانا من كثرة عادتهم قبل الإسلام يحلفوا باللات والعزى، فأحيانا كانت تأتي الحلف باللات والعزى على غير قصد، فالنبي قال لهم من حلف باللات والعزى على غير قصد فليقل لا إله إلا الله كفاركم لا إله إلا الله. العجيب أن الوهابية يجعلون من يقول النبي يقول لا إله إلا الله، فقاصوا النبي بالذي والعزى، فشيء عجيب. إذا قلت والنبي قال لك الوهابي قل لا إله إلا الله، هل النبي كالذي والعزى؟ هل النبي عبد من دون الله؟ كيف يقاس هذا على ذاك؟ فهذا لا يليق، هؤلاء جهلا لم يقرأوا الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك، أي من حلف بغير الله مما عبد من دون الله فقد أشرك، هذا معنى الحديث. أما من قاله النبي فهو إما له أيمان لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، أو قاله تبركا، أو قاله يقصد الحلف، وعند الشافعية الحلف بالنبي مكروه وليس حراما عند الشافعية، وكذا عند المالكية الحلف بالنبي مكروه وليس حراما، وعند الحنابلة الحلف بالنبي ينعقد به الحلف القسم لأنه شق الشهادة. أنت في الشهادة تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فإذا حلفت بالنبي كأنك حلفت بالشهادة، فهو شق الشهادة. هذا مذهب الإمام أحمد بن حنبل، وهم يدعون أنهم حنابلة ثم يخالفون الإمام أحمد بن حنبل، فهم لا يتبعون إلا هواهم. فالحلف بالنبي خلاصة الأمر أنه يدور بين الكراهة وبين الإجازة، ولا يحتمل أو الإباحة، ولا يحتمل الحرمة أو الشرك أصلا. واضح؟ لا يحتاج ترجمة؟ لا يحتاج ترجمة؟ تريدون ترجمة؟ يريد ترجمة يرفع يده. واضح؟ الحمد لله. بدأت تفهموا العربية. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف منكم. لا، خلصنا الحديث الذي يليه. كتاب دعوة عن شداد بن عاصم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الاستغفار أن يقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك وما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أقول لك بنعمتك علي وأقول لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وأبوه بذنبي يعني أعترف بذنبي، أبوه يعني أعترف، أبوه لك بنعمتك علي أعترف بنعمتك، أقر بنعمتك وأقر بذنبي وأقر أنك أنت الغفور الرحيم فاغفر لي. وهذا النبي يسميه سيد الاستغفار،
لابد أن يحفظه كل مسلم ويقول ولو مرة واحدة صباح ومرة واحدة مساء على الأقل كل يوم إن شاء الله. سيد الاستغفار تفضل. عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا. قال أبو شهاب بيده فوق أنفه. نعم. عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لله أفرح لله أفرح بتوبة العبد من رجل نزل منزلا وبه مهلكة ومعه راحلة وعليها طعامه وشرابه فوضع رأسه فنام نومة فاستيقظ وقد ذهبت راحلته حتى اشتد عليه الحر والعطش أو ما شاء الله. قال أرجع إلى مكاني. فرجع فنام نومة ثم رفع رأسه فإذا راحلته عنده. نعم. عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر مثل الحي والميت. نعم. أكثروا من ذكر الله لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. الحمد لله اللهم اجعلنا منهم. نعم. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقالت عائشة أو بعض أزواجه إنا لنكره الموت. قال ليس ذاك، ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما أمامه فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. وإن الكافر إذا حجر بشر بعذاب الله وعقوبته فليس شيء أكره إليه مما أمامه كره لقاء الله وكره الله لقاءه. يعني النبي قال معنى فلم تفهمه سيدتنا عائشة أو بعض أزواجها. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فسيدتنا عائشة أو بعض أزواج النبي معها قالوا نحن نكره الموت، ظنوا أن لقاء الله معنى الموت، والإنسان يكره الموت لأنه الإنسان يكره الشيء الغامض الذي لم يجربه قبل ذلك. فطبيعة الإنسان يكره الشيء الغامض عليه لأنه لم يجربه، فالإنسان يكره الموت. فقالوا كيف ذاك ونحن نكره الموت؟ قال ليس كذلك، لكن إذا عند خروج الروح يظهر للإنسان في هذه اللحظة مقامه من الجنة أو النار. إن كان من أهل الصلاح يظهر أنه من أهل الجنة فيرى الجنة فيحب لقاء الله، ففي هذه اللحظة أحب الله لقاءه. والكافر والعياذ بالله يرى مقامه من النار فتهرب روحه في جسده، حتى أن ملائكة النزع الروح ينازعونه روحه لأنها تهرب في جسده، ولذا يقول والنازعات نزعا. هذا حال الكافر عند الموت، لأن الروح اطلعت فوجدت أنها من أهل النار، فيحصل تنازع بينها وبين ملائكة الموت الذين يقبضون الروح، تهرب منهم في أطراف الجسد وهم يريدون أن يقبضونها لأنها أمانة، فيحصل التنازع. فالله يقول والنازعات نزعا. أما المؤمن فيرى مقامه في الجنة فتسهل خروج روحه فتخرج سهلة، والناشطات نشطا أي تكون سهلة. ففي هذه اللحظة الكافر يكره لقاء الله والمؤمن يحب لقاء الله. هذا هو المعنى القرآن. تريدون ترجمة؟ واضح واضح. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى معه واحد يتبعه أهله وماله وعمله فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. بسم الله الرحمن الرحيم. أي القارئ؟ القارئ يرفع إيده. من القارئ؟ أبحث عنك أنا أقول هنا. يلا تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. لا يليق أن تذكر الميت بسوء ولو خالفك في الرأي، ولكن من سوء أدب يتناول الناس أعراض العلماء الذين ماتوا ويسبونهم على آرائهم، هذا حرام. حرام أن تسب الميت لأنه مسلم، هذا العالم ولو خالفك في الرأي، عالم مسلم حتى ولو خلاك بالرأي، حتى لو اجتهد وأخطأ فهو مسلم، فلا تسبه. ولكن إذا أردت أن تناقش فتقول: من العلماء من قال كذا، ومن العلماء من قال كذا، وهذا يرى بالطريقة الفلانية، وهذا بالطريقة الفلانية، ورحم الله الجميع. هكذا يكون الأدب. أما أن تذكر الأموات بسوء كما يحدث في الكتب الوهابية، ويسبون الأولياء ويسبون المسلمين، ويقولون على سيدي محي الدين العربي أنه إمام أهل الضلال، ويسبون المسلمين والموتى، هذا حرام من الكبائر، حرام من الكبائر. هؤلاء أفضوا إلى ما قدموا. الله يحكم بين العباد، أنت لا تحكم بين العباد. وربما ما ظهر إليك من قول هذا العالم ربما لم يقله، ربما نسب إليه، ربما إذا التقيت به يقول: أنا لم أقول هذا الكلام، هذا الكلام نسب إليه، هذا الكلام أنت حبيب، فكيف تشتمه؟ نحن نناقش الآراء ولا نجرح الأعراض. فرق بين مناقشة الرأي وبين تجريح الأعراض، فلا يليق أن تعرض بأعراض المسلمين. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، سواء كان هذا المسلم حيا أو كان هذا المسلم ميت، بل حرمة الميت أشد من حرمة الحي، لأن الحي قد يدافع عن نفسه، أما الميت فلا يدافع عن نفسه. ولذا لا تسبوا الأموات، حرام. وكثير الآن من الناس يسبون الأموات والعياذ بالله. نسأل الله السلامة. تريدون ترجمة؟ ما شاء الله، ما شاء الله، تعلمتم العربية. لو كان من المنافقين أو من الكفار خلاص. نحن نتكلم على موت المسلمين، حرمة المسلم ميتا كحرمته حيا، بل أشد حين موته. أما الكافر فلا حرمة له. نحن نتكلم في ذكر المسلمين الذين ماتوا، فلا يليق أن نذكرهم بسوء ولو خالفونا في الرأي، ولو خالفونا في المذهب، لأنهم ما زالوا من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. تناقش الرأي ولا تجرح العرض. مناقشة الرأي جائزة لا بأس فيه، ولكن لا تجرح القائل. جرح القول ولا تجرح القائل. واضح. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحسب الناس يوم القيامة، يحسب الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي. قال سهل: أو نقي يعني دقيق نقي. عرف الدقيق النقي؟ نسميه دقيق زيرو. نحن نسميه دقيق زيرو لأنه لا يوجد فيه شوائب، نسبة الشوائب فيه زيرو، يعني نقي. هذا هو الدقيق النقي، كأن الأرض تكون نقية مثل هذا الدقيق النقي. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. هذه هي أرض المحشر. نعم.
قال سهل أو غيره ليس فيها معلم لأهلي. لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، لا ترى فيها عوجات ولا ترى فيها ارتفاعات، بل هي منساة. عن عائشة رضي الله عنها. أنا فرحت أنكم فهمتم العربية أخيرا. الحمد لله، سوف أنصرف إلى مصر وأنا مطمئن عليكم. الحمد لله. عن عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحشرون حفاة عراة غزلا. غرلا يعني غير مختنين. غير مختنين، عند الختان تقطع قطعة لحم من الذكر، عند البعث تبعث كما خلقك الله بأجزائك التي قطعت منه. يعني لو تعرض إنسان لحادثة مثلا فقطعت يده، قطعت رجله في حادثة، يبعث يوم القيامة كامل كما خلقه الله. هذه المعنى. تفضل. قالت عائشة: فقلت يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. فقالت: الأمر أشد من أن يهمهم ذاك. ونعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عليه كساء، وسيدنا إبراهيم أول من يكسى. سيدنا رسول الله يبعث يجد نفسه مكسي، فينظر إلى إبراهيم يظن أنه كسي قبله، ويبدو أن الاثنين معه. الله. لماذا كسي سيدنا إبراهيم أولا؟ لأنه عري في النار لما ألقوه في النار، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يبين كرامته لأهل الموقف، فكان أول من يمسك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بأنبيائنا على خير حال. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعرف الناس يوم القيامة حتى يذهب عرفهم في الأرض 70 ذراعا، ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم. الناس هنا هم الكفار. الناس هنا هم الكفار. الكفار هم الذين يعرقون ويلجمهم العرق ويطول عليهم الموقف. أما المؤمنون خصوصا أمة النبي فالموقف عليهم كما بين العصر والمغرب، فترة يسيرة ويشربون من الحوض بيد النبي، فالأمر عندهم يسير. أما هؤلاء الناس الذين يلجمهم العرق، يعني يعرقون حتى أنهم يلجمهم العرق، هذا هم الكفار، هذا حال الكفار وليس حال حتى عصاة المؤمنين. عصاة المؤمنين ليس حالهم هكذا، هذا للكفار. فالناس هنا أي الكفار. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن علي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان ثم ينظر. تنفع لاثنين، ترجمان وترجمان، صحيح بفتح التاء وضمها لغتان، بل قيل بتثليث التاء أيضا، ترجمان وترجمان وترجمان، كل جائز ولكن المشهور بالضم، ترجمان. ثم ينظر فلا يرى شيئا قدامه، ثم ينظر بين يديه فتستقبله النار، فمن استطاع منكم ان يتقي النار ولو بشق تمرة. نعوذ بالله من النار. تفضلي. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقال لأهل الجنة خلود لا موت، ولأهل النار خلود لا موت. ولذا من قال بفناء النار التي يدخلها الكفار يخالف سنة النبي، ولكن من قال بفناء النار التي يدخلها عصاة المؤمنين فهذا صحيح. قلنا ذلك بالأمس. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تبارك وتعالى لأحول أهل النار عذابا يوم القيامة: لو أن لك ما في الأرض من شيء أكنت تبتدي به؟ فيقول: نعم. فيقول: أردت منك أحول من هذا، وأمرت في صلب آدم أن لا تشرك به شيئا،
فأبيت إلا أن تشرك بي. نسأل الله السلام. هذا عهد في صلب أبينا آدم يسمى يوم عهد الذر، عالم الذر. عالم الذر يعني كنا في صلب أبينا آدم جميعا حتى قبل خلق أمنا حواء، يعني بعد خلق أمنا حواء انقسمنا صرت قسمين، قسم الأنثى وقسم الرجل، حتى يتجلى الله عليك بصفة الجامع فيتزوج أبوك أمك فتخرج بعد ذلك مجموعة، يعني تتفرق من لدن أبيك آدم وأمك حواء حتى يأتي وقت جمعك بصفة الجامع فتجتمع مرة أخرى. في عالم الذر هذا أشهد الله سبحانه وتعالى الخلائق جميعا، ألست بربكم؟ فالكل قال بلى، فهذا هو العهد الأول. ولذا قال الله سبحانه وتعالى على الكفار ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، أي من بعد ميثاقه في عالم الذر نقضوه عندما جاءوا في عالم الدنيا، فلا بد أن توفي بالعهد الأول عندما تأتي في الدنيا، لأن الله أخذ العهد علينا جميعا ونحن أرواح في صلب أبينا آدم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وفي قراءة ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. أول من قال بلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أول الخلق خلقا من حيث الروحانية، وهو أول من أجاب ببلى يوم ألست بربكم، وهو أول شافع وأول مشفع، وهو أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أوفى الناس بالعهد صلى الله عليه وآله وسلم. فنسأل الله أن يجعلنا على نهج نبينا وفاء بهذا العهد المقدس حتى نلقاه ونحن على أكمل حال. تفضل. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنه لا يرد شيئا إنما يستخرج به من البخيل. نعم، هذا نذر المشروط. النذر المشروط نهى النبي عنه أنه مكروه، تقول لو شفيت ابني فعلت كذا، لو نجحتني في الامتحان أفعل كذا، أصوم كذا، أتصدق كذا، هذا نذر مشروط. النذر الذي يكون على شرط هذا نذر مكروه ويجب الوفاء به، هذا نذر مكروه ويجب الوفاء به، مكروه لأنه فيه إساءة أدب، لا يليق أن تتعامل مع الله معاملة التاجر، تقول أعطيك كذا فتعطيني كذا، هذا لا يجيز، إساءة أدب مع الله. ولكن النذر مترك النذر للتبرك كأن تعاهد الله أن تواظب على عمل معين من الأعمال الصالحة، كما عاهدناكم اليوم على أن تستغفر وتصلي على النبي وتقول لا إله إلا الله صباح مساء، هذا يسمى نذر بر، هذا مستحب والوفاء به مطلوب. أما النذر المشروط فالنبي كرهه وقال إنما يقطع من البخيل، يعني البخيل لا يتصدق إلا إذا أتى مقابل، فلا تتعامل مع الله بهذه الطريقة السيئة، فكن كريما مع الله يكن أكرم معك. اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا، كلما أنفق أنفق الله عليك، والنبي يقول أنفق أنفق عليك، هكذا أمرنا صلى الله عليه وسلم. تفضل. عن جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل الناس وصائم فليتم صومه فإنما أطعمه أطعمه الله وسقاه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ماتت لنا شاة فنبغنا مسكها، مسكها أي جلدها، ثم ما زلنا ننبذ به حتى صار شنا، أي استعملوا جلدها بعدما دبغوه قربة يحفظون فيها الماء، حتى صار شنا أي قربة قديمة بارية، فالشن والقربة البارية دل على أن جلود الميتة تطهر بالدباغ، فتدبغ ويحفظ فيها الماء لا شيء في ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: ابن أخت القوم منهم أو من أنفسهم. نعم، وهذا يدل على شرف نسب من كان منسبا من جهة أمه، على خلاف ما يذهب إليه بعض أهل اليمن أنه لابد أن يكون الإنسان منسبا من جهة الأب، في حين أن نسب سيدنا الحسن والحسين شرفه جاء من جهة أمه، فالنسب من جهة الأم أيضا شرف. واضح؟ لا يشترط أن يكون النسب من جهة الأبي فقط، بل يكون من جهة الأم أيضا منسب، بدليل هذا الحديث: ابن أخت القوم منهم، يعني منسوب إليه، أو من أنفسهم، يعني واحد منهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كل رجل ينسب لأبيه إلا أبناء فاطمة، أنا أبوه. إلا أبناء فاطمة أنا أبوه صلى الله عليه وسلم، يقول ذلك. فلذلك نقابة الأشراف في مصر تقسم الأشراف، أي المنسبين في مصر، إلى ظهور وبطون. من كان منسبا من جهة الأم يسمونه منسب بطون، ومن كان منسبا من جهة الآباء يسمى ظهور. واضح؟ لكن في بعض البلاد لا يعترفون بالنسب من جهة الأم، في بعض البلاد، لكن عند أهل مصر أفقه. أهل مصر في هذه المسألة أكثر فقها. لماذا؟ لأنهم يسيرون مع الحديث، خصوصا أن نسب سيدنا الحسن والحسين إلى رسول الله من جهة الأم، والنبي اعتبره وقال: أولاد من فاطمة أنا أبوه صلى الله عليه وسلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن سعد رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. نعم، لأن مراعاة الأنساب مطلوبة، لأن ينبني على النسب أحكام في المواريث وأحكام في الزواج وفي الطلاق وفي غير ذلك، فلا بد أن يراعي أن الإنسان يحافظ على نسبه، لأنه ينبني عليه ديانة ودين. ولكن الأوروبيون والأمريكان يريدون أن تكون العلاقة بين الرجل والمرأة بغير زواج، حتى تضيع الأنساب ويصير الناس كالحيوانات لا أنساب بينهم، ويقولون هذه حقوق الإنسان، لماذا تقيده بعقد زواج؟ هكذا يقول الأمريكان، يريدون أن يصير الإنسان حيوان، والله كرم الإنسان، والأمريكان يجعلون الإنسان حيوان. نسير مع الله أم مع الأمريكان؟ نسير مع الله. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قالوا: وما المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحة. نسأل الله أن يرزقنا الرؤيا الصالحة. آمين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة. أو هذا رد على الوهابي: من يرى، من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، أي أن الإنسان يؤهل أولا برؤية النبي في المنام عدة مرات حتى يعتبر، ثم بعد ذلك يأتيه النبي في اليقظة. فهذا دليل الحديث، رواه الإمام البخاري. والوهابية يقولون هذا محال، هذه أوهام، لم يقرأوا البخاري، ويدعون أنهم أهل حديث، وهم لا أهل حديث ولا أهل فقه، بل هم أهل جهل. هذا الحديث في البخاري: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة ولا يتمثل الشيطان بي. كيف يفهم الوهابي؟ يقول في اليقظة حين البعث، اليوم القيامة. وهل البعث يسمى يقظة؟ هل جاء في القرآن استعمال البعث باليقظة؟ لم تحدث. اليقظة معناها اليقظة من النوم، وليس معناها البعث من النشور. فيؤولون الحديث بتأويل بعيد، لأن الله حرمهم من رؤية النبي، فيريدون أن يحرموا سائر الأمة، ولكن هيهات، لم يخرج منهم ولي إلى يومنا هذا. لم يخرج منهم ولي إلى يومنا هذا، منذ 300 عام لم يخرج منهم ولي.
عليه أتحداه، لم يخرج منهم ملك. وباقي المسلمين الأولياء كثرة، ولكن لم يخرج ولي من الوهابين. وأتحدى وهابي يقول أن هناك ولي من الوهابين، لا يوجد. ومحرومون من رؤية النبي في المنام، أتحداهم أن يقولوا رأيت النبي في المنام، لا يوجد. ومن رأى النبي في المنام منهم يراه غضبان عليه. والله هذا حدث، قال لي أحدهم إني رأيت النبي في المنام ولكنه كان مغضبا عليه. فلما قال لي ذلك قلت له لأنك وهابي، عليك أن تترك الوهابية حتى يفرحوا بك. والحمد لله عالج نفسه وعالى النام، والحمد لله شفي، والحمد لله وبرئ من هذا الداء. تفضل. عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتخيل بي. ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. أين القارئ يرفع إيده؟ تعال كده نشوفك، حتى أراك. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا نائم أتيت بقدر لبن فشربت منه حتى إني لأرى ريا يخرج من أظافري ثم من أظافري ثم أعطيت فضلي. يعني عمر قالوا فما أولته يا رسول الله؟ قال العلم. نعم، اللبن، رؤية اللبن في الرؤية معناه العلم. وهذه إشارة كبيرة لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أنه أوتي علما كثيرا حيث أنه شرب فضلة النبي من علوم النبي. وكأن علوم سيدنا عمر ما هي إلا قطرة من علوم النبي صلى الله عليه وسلم، وهي فضيلة كبيرة لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. والعسل في الرؤيا إيمان، لأن النبي قال ذاق حلاوة الإيمان، فيأتي الإيمان في الرؤيا في سورة عسل، ويأتي العلم في الرؤيا في سورة لبن، وتأتي الغواية في الرؤيا في سورة خمر. فمن رأى أنه يشرب خمرا في المنام يكون دليل على الغواية وأنه واقع في باطل، فعليه أن يعالج نفسه. تفضل. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم جزء منها ما يبلغ السودية ومنها ما يبلغ دون ذلك. ومر علي الثدي، يعني القميص. القميص في المنام هو التقوى، لباس التقوى ذلك خير. القرآن يقول لباس التقوى ذلك خير. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرجكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. فصار اللباس بمعنى التقوى، أي إذا رأيت نفسك لابسا مستور العورة دليل على أنك دينك كامل، وإن رأيت نفسك في المنام أن ثوبك قليل أو عاري دليل أنه التقوى عارية أو قليلة. فعليك بهذه الرؤية أن تعالج نفسك، وكأن الله أرسل إليك هذه الرؤية ليعلمك حالك حتى تحسن نفسك. ومر علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، قالوا ما أولته يا رسول الله؟ قال الدين. يبقى الثوب هو الدين، والدين هو التقوى. وسيدنا عمر لما رأى النبي عليه ثوب يجره، يعني دينه يكفيه ويكفي من يرعاه،
في الأمة لأنه صار راعيا، راعى الناس وصار خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه أما الناس بالدين وبالديانة. رحمه الله ونفعنا الله بعلومه في الدارين. تفضل. عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اقترب الزمان تكسب روح المؤمن ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة وما كان من النبوة فإنه لا يكسب. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تحمم بعض من لم يره قد فان يعقد بين شعيرتين ولن يفعل ومن استمع الى حديث قوم وهم لو كارثون سب في اذنين فلوح الآية نبع وهو الرصاص المذاب، الرصاص المذاب يسمى الآية نبع في أذنيه آل يوم القيامة ومن صور صورة كذب وكذب عنه ينفخ فيها وليس بنافق يعني لا يليق بالمسلم أن يقول رأيت في المنام كذا ولم يره، لأن رؤية المنام جزء من الوحي، والذي يتكلف رؤية كأنه افترى على الله الكذب ويقول أوحي إلي ولم يوحي إليه شيء، لأن الرؤية جزء من الوحي. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، فالرؤية جزء من الوحي. فمن قال أني رأيت في المنام كذا وهو لم يرى كأنه يفتري على الله الكذب، ويعاقب يوم القيامة بأن يأتي يوم القيامة والله يعطيه شعيرتين ويقول لو اعقد بينهما، ولا يستطيع أن يعقد بين شعيرتين لأن الشعيرة إذا حاول أن يعقدها تنكسر ولا تستطيع أن تتحول، حتى وكأنه يؤمر بشيء لا يستطيعه حتى يطول عذابه. كما أن الذي يصور صورة كما قلنا بالأمس يؤمر يوم القيامة بأن ينفخ فيها الروح، وما هو بنافخ كما شرحنا بالأمس التمثال وحكم التماثيل. وكذلك من استمع لكلام الناس دون وهم يكرهون أن يسمعوا كأنه يتصنت على الناس يأتي يوم القيامة يصب في أذنه الآنك أي الرصاص المذاب، فلا تجسسوا ولا تتسمعوا حديث الناس، هذا حرام. فمن أخلاق المسلم الصدق، فلا يتحلم حلما لم يره، ولا يستمع إلى الناس وهم يكرهون أن يستمع حديثهم، ولا يصور صورة يضاهي بها خلق الله سبحانه وتعالى. تريدون ترجمة؟ واضحة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا الحسنة من الله، فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب، وإذا رأى ما يكره فليتعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان وليتفل ثلاثا ولا يحدث بها أحدا فإنها لا تضره. قلنا قبل ذلك أنه إذا رأى الإنسان رؤيا سيئة فهي من الشيطان فلا يحدث بها، ولكن إذا استيقظ يتعوذ ويدخل ثلاثا، يتعوذ من الشيطان ويدخل ثلاثا عن يساره هكذا. وإذا رأى رؤيا حسنة الرؤيا الحسنة فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب، إذا رأى رؤيا حسنة يحدث بها من يحب حتى لا يحسدوا، لأن قد يحسن وإذا حسد قد يسلب رؤيا حسنة، وبالتالي إذا رأى رؤيا حسنة لا يحدث إلا من يحب، ويقال لا تحدث إلا حبيبا لبيبا، حبيبا لبيبا، لبيبا يعني عاقلا، وحبيبا يعني محب وعاقل، لأن الرؤيا على رأس طائر
حيثما أولت وقعت، فلا تحدث إلا حبيبا لبيبا، أي من يحبك ويكون عاقلا حتى يؤولها لك على أحسن تأويل فيأتي على ظن العقل. أما لو حدثتها بمن يكره فقد يؤولها على ما تكره ثم يحسدك عليها بعد ذلك. ولذا إذا رأيت رؤية حسنة لا تحدث إلا حبيبا لبيبا، حبيبا عاقلا حتى يؤوله على أحسن الوجوه. وإذا رأيت رؤية سيئة فلا تحدث بها أحد، لا حبيب ولا بغيض، وتعوذ من الله من شرها، وتدخل ثلاثا عن يسارك ثم بعد ذلك لا يضرك شيء إن شاء الله. ارفع صوتك، ارفع صوتك. من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه. نعم. وإنه من فارق من فارق من فارق الجماعة الجماعة شبرا شبرا فمات ميتة جاهلية جاهلية، يعني إذا كان هناك رئيس يرقص المكان الذي أنت فيه فعليك ألا تطيعه إلا في المعروف، وإن أمرك بغير المعروف إلا تعصاه، ولكن لا تفارق الجماعة، فإن ورودك مع الجماعة بركة وخروجك عنها يؤدي إلى أن يغويك الشيطان ويتكون في هذه الحالة قد تسوء الخاتمة. فالصبر مع الجماعة أفضل من تركها، ولكن إذا رأيت من أميرك شيئا تكرهه عليك أن تصبر كيفما تكون يولى عليكم، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فالله سبحانه وتعالى يجعل الأمير على طريقة المأمورين، إن كانوا أهل صلاح يأتي بصالح، إن كانوا أهل فساد يأتي بفسد مثله، لأن الفاسد لا يستطيع أن يقول إلا فسد مثله، والصالح لا يضره وجود هذا الفاسد لأنه لا يطيع إلا في الخير ولا يخرج عن الجماعة، فيكون مستريح بكل الأحوال. ولذا تجد الإنسان المتقي الله لا يضره ظلم الظالم، لأن الله سبحانه وتعالى يكفيه، ومن يتق الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره. ثم تصبر على قدر الله وتدعو الناس حتى ينصلح حالهم، فإذا تغير الناس للأصلح غير الله الحكام إلى الأصلح. ولكن لا نغير الحكام بالمظاهرات، ولا نغير الحكام بالقتال، ولا نغير الحكام بحرق البلاد والعباد وقتل الأنفس، هذا لا يحبه الإسلام، هذه طريقة أمريكية يريد بها نشر الفوضى في بلاد المسلمين. إذا أردت أن تغير ما بقوم فغير ما بأنفسهم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، هذا هو أهل الدين. أما الدين الأمريكاني يقول لتقبل الظلم، اخرج في المظاهرات، اهتف، يسقط النظام، يسقط النظام، ثم اقتل من يواجهك، هذا دين أمريكاني لمواجهة الظلم بالطريقة الأمريكانية التي تؤدي بدلا من الظلم إلى الفوضى، فننتقل من فساد إلى أفسد، فنسأل الله السلامة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال يتقرب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح الحرص على جمع مطابق المنين وتظهر الفتن ويكثر الحرب. قال يا رسول الله أيما هو؟ قال القتل. نعم، وسأل
سبق شرح هذا، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الهزيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله إنا كنا في جاهلية. جاهلية وشر. في جاهلية وشر. في جاهلية وشر. وجاهل الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخانه. قلت: وما دخانه؟ قال: قوم يهدون بغير فتح تعرف منكم وتنكر. 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 نعم، الذي يلي أكمل معنا. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. نعم، اللي هم الوقت يقول لك نشط سياسي ونشط حقوقي وبتاع، يعني حاجات معروفة عايشين احنا بالأزمة دي في مصر وفي الشام وفي كل حتة. للأسف شوية ناس جهلة لا يصلحوا حتى أمورهم الخاصة ويتبوأوا إصلاح أمر العامة، وهم فشلوا في أمورهم الخاصة، ويسمي نفسه ناشط سياسي ناشط حقوقي، ويتكلمون وهم من جلدتنا ومن أبنائنا، ويتكلمون بلغتنا، ويتكلمون كلام لا يدركونه. والنبي سماهم الرويبضات، والرويبضة هو الذي لا يحسن شأن العامة ثم يتصدر، وهذا ما نحن فيه. تفضل. قلت: فما تأمروني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزموا جماعة المسلمين وإمامهم. نعم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها. يبقى لا تشارك، لا تشارك، طالما لا إمام لا تشارك، لأنه شح مطاع وهوى متبع وإعجاب كل ذي رأي برأيه. فهذا وقت آية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ولو أن تعظى بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. إذا الحلول للمواقف الحاضرة وقبل الحاضرة وفي المستقبل كلها موجودة في السنة، ولكن علينا أن نقرأ وأن نفهم وأن نعي أمر ديننا، ولا نتسرع ولا نسير خلف النعرات الأجنبية حتى لا نكون من أهل لا تتبعن سنن من كان قبلكم. حذو القلدة بالقلدة، ولو دخلوا بحر ضبكم لدخلتم وراءهم. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم، ثم بعثوا على حسب أعمالهم. فتح الله عليك مسمى. محمد بن حكيم. فتح الله عليك محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن سلمة بن تقوى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل أسلم: أذن في قومك، أذن في قومك، أذن في قومك أو في الناس يوم العاشوراء، أن من أكل فليتم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم. لأن مشاركة المسلم في العبادة ولو لم تكن أنت في عبادة تأخذ ثواب، يعني لو شاركت المسلم في عبادة ولو لم تكن أنت فيها، يعني مجرد أن تجلس مجلس علم وأنت لست من طلاب العلم،
فقد شاركت المسلم في عبادة تأخذ ثوابا، إنه القوم لا يشقى بهم جليسهم، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. عن أبي سعيد القدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجيء بنوح عليه السلام يوم القيامة فيقال له: هل بلغت؟ فيقول: نعم يا ربي. فتسأل أمته: هل بلغتكم؟ فيقول: نعم، ما جاءنا من نذير. فيقول: من شهود شكر؟ فيقول: من شهودك؟ فيقول: محمد. وأمته فيجاب بكم فتشهدوا. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا قال عدولا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسل عليكم شهيدا. نعم، نحن نشهد لقوم نوح أن سيدنا نوح بلغهم ولم نكن معهم. لماذا؟ لأن القرآن قال أن سيدنا نوح بلغهم، فنحن نشهد من خلال القرآن. ولذا أمة النبي لها مقام عالي يوم القيامة، يريد أن يرفع الله شأنها على رؤوس الخلائق، لأنها انتسبت لشأن هذا النبي المعظم المكرم سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يحشرنا مسلمين موحدين غير مفرقين، نحن وآبائنا وأمهاتنا وذرياتنا إلى يوم القيامة. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما تغيب الأرحام إلا الله، ولا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم متى يأتي مطر أحد إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. هذا تأويل الآية في سورة لقمان: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. والآن بالسونار يعرف هذا ذكر أمس، فيقول بعض الجهلة: نحن نعرف ما في الأرحام، هل تعرف هذا الذكر أو أنثى يكون صالحا أو غير صالح؟ يعيش وكم يعيش؟ كيف يكون سلوكه في الدنيا؟ كيف يكون رزقه؟ كيف يكون أجله؟ لا تعلم شيء، أنت جاهل في علمك، فكيف تكون جهولا في جهلك؟ فهنا علم الله واسع، أنت علمت جزئية ذكر أو أنثى فقط، لكن لا تعلم هل يتم الحمل أم لا أصلا؟ وهل لو ولد يعيش أو لا يعيش؟ لا تعلم. ولو عاش هل يعيش فيه عاهة أو مرض أو يعيش سليم معافى؟ لا تعلم. ولا تعلم أين يعيش وكيف يعيش وكيف يتكلم وما هو طبعه وما هو رزقه ولا أجله، لا تعرف شيئا. ثم يدعون بعد ذلك أنهم يعلمون، هؤلاء جهلة. إلهي أنا الجاهل في علمي، فكيف لا أكون جهولا في جهلي؟ تفضل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي بكبر تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. نعم، رحمة الله قريب من المحسنين، فنسأل الله أن يجعلنا من المحسنين. آمين. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرح عقابه وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة، فقال له: على التسلل؟ قال علي: فقلت: يا رسول الله، إنما أنفسنا عن أنفسنا بيد الله وإذا
قبله. من صرفه فان صرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قلت له ذلك فلم ياتي اليه شيئا، ثم سمعته وهو مدبر يضرب فاقده ويقول وكان الانسان اكثر شيء جدلا. نعم، سيدنا رسول الله جاء مرة على سيدنا علي بن أبي طالب ليلا وزوجته سيدتنا فاطمة كان نائما، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تصلون؟ النبي يأمرهم بالشريعة وهي القيام بالواجبات والعبادات، فرد عليه سيدنا علي بالحقيقة، يعني النبي يكلمه من بحر الشريعة يرد عليه سيدنا علي من بحر الحقيقة. فقال له سيدنا علي أنفسنا بيد الله، لو شاء أيقظنا كان أيقظنا وكنا قمنا وصلينا، ولكن الله لم يشاء. لا إله إلا الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم انصرف وقال وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. أكلمه بالشريعة يكلمني بالحقيقة، شيء عجيب. وانطلق صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال. احنا تكلمنا في البحار قبل ذلك، فاكرين أول جلسة تكلمنا أن هناك في بحر الشريعة وفي بحر المعرفة وفي بحر النفوس وفي بحر الهوى بحار كثيرة، وفي بحر الحقيقة وفي بحار كثيرة، وقلنا أيضا سيدنا علي أبو الحسن الشاذلي في حزب البحر يقول اللهم سخر لنا كل بحر لك في الأرض والسماء والملك والملكوت وبحر الدنيا وبحر الآخرة، وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء. كاف آية عين صاد في حزب البحر نجيزكم به. قبلناه. تقرؤونه مرة في اليوم في أي وقت شئت. تفضل. أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل عليه السلام إن الله قد أحب فلانا فأحبه ويحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في السماء في السماء في السماء إن الله قد أحب فلانا فأحبوه ويحبه أهل السماء فيوضع له القبول في أهل الأرض. نعم، وتجد أمة النبي مهما اختلفوا في الآراء والأفكار والمذاهب يجمعوا على حب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما لم يجمعوا على شيء إلا حب النبي. أي طائفة هات أي طائفة كده الكل يحب النبي، لأن الله سبحانه وتعالى نادى منادي إني أحبه فأحبه فأحبه والأرض والسماء، حتى من يعادي النبي من الكفار يحترمون النبي ويجعلونه أفضل مخلوق وأنه هو إمام المصلحين، حتى الكفار ودعوه جعلوه هو أول المصلحين على وجه الأرض. فشيء عجيب حتى يدلك على أن النبي حبيب الله، فألقى لهم محبة في نفوس الناس. كانوا يحاربون النبي ويحبون النبي، يعني لم نجد إنسان يحاربه إنسان والذي يحاربه يحبه إلا مع النبي. شيء عجيب، كانوا يحبون النبي محبة غريبة. فهذا يدلك على أن أول صاحب حق في هذا الحديث هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم كل من له وراثة من هذا النبي، كل من ورث من هذا النبي شيء تجده محبوب حيثما حبيب، تجده بسبب انه وارث من هذا النبي المحبوب. نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من ورثه. امين. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تبارك وتعالى اذا اراد عبدي ان يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها، فإن عملها فاكتبوها بمثلها
وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة، وإذا أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، فإن أملها فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى سبعمائة. نية المرء خير من عمله، يعني لو نويت فعل خير كتب لك هذا الخير، وبمجرد أن نويته فإذا تحقق في الخير كتب بعشر أمثاله أقل تضعيف، ويضاعف من يشاء سبحانه وتعالى. ولذا لا يهلك عند الله إلا هالك، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا من المهالك. تفضل. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي. ونحن نظن في الله كل خير، ونظن في رسول الله أنه شافعنا. اللهم لا تخيب رجاءنا فيك يا رب العالمين. نقرأ الحديث الأخير معا جميعا ثم نختم هذا الكتاب المبارك. نسأل الله أن يجعل هذا المجلس مجلسا مباركا، كل من حضره وسمعه وساهم فيه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله عنده مقبولا وعنده مشهودا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، وأن يجعلنا من العاملين بسنة نبينا ظاهرا وباطنا وحيينا، وأن يوفقنا لذلك يا رب العالمين. نقرأ معا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله سبحانه وتعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك، والخير كله في يديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا ربنا، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا ربنا، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني، فلا أسخط عليكم بعدهم أبدا. اللهم اجعلنا منهم ومعهم يا رب العالمين، نحن وآبائنا وذرياتنا ومشايخنا وعلمائنا وسائر المسلمين، ببركة حبيبك المصطفى نتوسل به إليه، ونستشفع به لديه، أن تقبل أعمالنا، وأن تحسن أحوالنا، وأن تنير بالمعارف قلوبنا، وأن تفرج قدرات الأغيار قلوبنا. ربنا عليك توكلنا، وإليك أنبنا، وإليك المصير. ربنا اغفر لنا أنفسنا، واغفر لنا وارحمنا، لا تكونن من الخاسرين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. نبيذكم بالكتاب لأسانيكنا ومشايخنا وبالإذن الله.